قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل خلال انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري الثامن للدائرة المستديرة الآسيوية أن الاجتماع يعد محطة مهمة لالتقاء وزراء الطاقة في الدول الأعضاء لمنتدى الطاقة العالمي وتبادل الآراء والخبرات والمستجدات في مختلف مكونات الطاقة والتحديات التي تواجهها. وأضاف أن الاجتماع الذي عقد في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض تناول تعزيز التعاون الآسيوي في توفير الطاقة وأن القارة الآسيوية لها النصيب الأكبر من النمو في الطلب على مختلف أنواع الطاقة وأبرزها النفط والغاز.